الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. وأنا في الله خطبة إنه حيكون صاحب سنتهاي وقت عن مرينه قيمها بدن هي فرصة هي نعمة فربضاً إلهي نسو مريي مرقو الله سبحانه وتعالى ينسو قبا قبي حيث ويدين مضن وقت هذا عن مرينه محوية هي وحا أنباهن هينا نفتي نويدينه شلي وقميس هاد مالك كهري أربعاها حينوسو قبا قبوبي مالمه لو يقاني أيام التشريق كان مذاها عيد الأضحى الرعصناي ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ونفري إن الله سبحانه وتعالى ذكر جيسنا بضينا نعمذا ونسيينا عن عنا أضاحذا إلهي سبحانه وتعالى عبادة ذيسا ينعمذا ونسو قارسيينا أن كفى إذيسنا ونكفرحنا سلام عليكم أربع عضاء سدح يتبنك ذي الحجة وحاسدوا كالسوق جبا جبوبي حج كيبا سوق جبا جبوبي هذا بوحى سويدين مضان مركان كنا قلنا آيات الحج في كتاب الله وحجر أرنا الله سبحانه وتعالى وسوع العليا جبا جبا ذا آيات كحجك مرنا الله سبحانه وتعالى وفرين ونفرايو مرنا الله سبحانه وتعالى وبورين ونقبورين أي عملك وناكسنين أن كفى إذي سنو مرنا الله سبحانه وتعالى وأمان وأمانا يو صفضا ونفرا يو ضدك كصفيسا هذا عملك إسويدين تمضن وكاء إله سبحانه وتعالى كسوع العلي وأه تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى ومداومة العمل الصالح بعد المواسم الخيرية إلهي سبحانه وتعالى وقت يذا فضلك بضان دون نسو قارسيي وفك مسلم كوحي دذال وكري كرين وبحيي ولو حدب له فريا إنه الله سبحانه وتعالى تقوى ذي سجوكتيو الله كعبسك إنه جوكتيو هذا ومركن كل أبنى آيات الحج الله سبحانه وتعالى حجك عمره ومرك نفر إنا نرميسترنه سلا آيات داوح إلهي كو قبقبي واتقوا الله وإلهي كبقى وكعب صدى وحان ذوقاتا واعلموا أن الله شديد العقاب وإلهي عذاب كيسي عقوبة ديسة وكل الشهي وانا أذكته قبش ديسة الله سبحانه وتعالى آيات كسيدا بيسو حكاها لي زمنك فاضلك حجك الحج أشهر المعلومات بلها حجك إيو زمنك حجك وليقى أنه بش شوال بش ذي القعدة إيه طبعاً كابري إيه الرئيس إنت الرعد سدح دابري ذي الحجة أشهر المعلومات كلو جيدوا إنت بلها مرقو إلهي كهض لي الزماني وحاهدنا آيات لقو قبا قبيي ورآخر سهيد إذا قاتا أدونك سهيدي سواء نقانا وأنا متك وقتك بضن أنقل إنه آخرنا سيدا سوك لسهي الزاد بيباهنتهي الزاد آخر الله قاتنا الله كعبسي بأوه وناك بضن يا إلهي كبقى وهذا العقل الذي نضوح قرن إيسان مر لباد بو إلهي نبسو علينا يا الله كعبسي إينا نصحي كدقنو الله سبحانه وتعالى وحوكهد لي قبا قبا ذي آياتك كلو كسي دنبي أعماشي حجك إيو قبا قبا ذيسا إلى ذكرك الله نفر يذكر الله في أيام معدودات وحلو سو قبا قبا آياتنا واتقوا الله وإلهي كبقى حجك بنسو قدني دذال بنسو بحيني ولي وحانا لفر يا الله كعبسي وهادنا الدقنين بلد ورقيو واعلموا أنكم إليه تحشرون هذا الله كبقي وإيسانا إلهي بلدين هرقيني دونا حشرك إيو كلنك إيو مرجع يا ما شاء الله الله بناي وإلهي هرتي سبحانه وتعالى الله هذا هرتقي دون تنمركا كبقى وروحوا إذين فرين الله ماذا حيث كريبين كفوا هذا الله سبحانه وتعالى في سورة الحج
وحو كهد لي حجك بلاو قيسي أعماش لقبانا يوردن وأذن في الناس كبلاو إلى بيج يكبضن با الله سبحانه وتعالى كغور رمي حجك وحال الله وجير لسو دحق لي إلهي سبحانه وتعالى شعائر تيسا شعائر توحال لغا وضا وأستامها دينية صلاة وشعيرة حجك وشعيرة صونك وشعيرة عمل والبو عبادة قبنه وأستان إيه علامة تاغن دينة إسلامك إلهي شعائر تيسا قفك وينيو الله حرمات كيسا قفك وينيو وحلوه قارا الله كعبسك إيه قلبك إنو إلهي كبقى كذب الله سبحانه وتعالى حوله لقورعي لفت هذا الشعير لغت المامي دي قال الله دادنا يا حولها حجيدة يا أنا قب أنقلينه وأستان دينه وإذا هو باهن الله ما موسى لنا وينيو الله وحي كسو قب قبي حولها أتقل إنسان يا دي جودة يا هرب جودة متنا إلهي جاري مايو أرنت أو حلو بابينا دقن كي جاهلي جاها وحولها مرك يجورعان دي جنا كعبضة يمرمرين جرين هرب كان وحي كور وري جرين كعبضة مرك ديقنا إلهي جاري مايو هيلبات كعبك ورورتين جاري مايو إلهي وحي جارايو وعبسي قلبي جينا كسوف شيء صادرت يا إخواني في الله آيات كرمان وحأين فريان وألا كعبسي قفك مسلم كينو جوكتيو هذا هو حيث ويدين لأنه إيمان قفك حجك نجا آذي إيو كان نجا عشر ذي الحجة كفا إذي استي iyo inta aan noolnahay qofka muslimka ee masaajidka soo amiraayo salaadaayo suumaayo cibaadeysanaayo aan u bandhigno haddana alla ka cabsigi iyo tadbiiqeeda alla subhanahu wa ta'ala maadaama nagu soo celceliyay arayga laba baa loo kala baxaya markaan dhaqankeena fiirino qofna waa daacad alla ka cabsigi baa ka muuqata sida qalbiga ay uga soo fushay dhahirkiisa ay ka muuqata waa qof أريكي سنة رنة وقف صلاة سنة أيتهاي صلاة نول صلاة وحي كميتهاي أستامها يا علامتها يا أركان الدين تمرك شهادتين قال لك صوت وحا أو علس وأنا شيء أو غهر يا حساب تيك بلابن مالك آخر لكن صلاة أن تكرينه إلهي بأوك حال كذا نبي محمدنا دردارا بونوغا تغيو هدا تكرينيسان سيدا نوتو كذا يوتو كذا مر والبعض حسوسنا واتوكنا إيسو لفظيها نبي قينا صلوا كما رأيتم أنه يصلي لغي يابو إنه خشوع كو كنتو صلاة هذا أصح دو الله دقال أنت وسواسك إيو خشوع لأنت صلاة مركا اتوكنا إيسو يعباداتك أسمينا إنا وداعات طيب وأنن قف صوما فرل إيو صنب كود ذاله وقف شاكر إله نعمة إيسا كما هج عليو وقف كل صبرة عباداتك حمانتك كصبرة مصائبتك كصبرة وقف أي كم وقت عباداتك إلهي عرب كيس وذكرك كقويني هي استغفارك رقم كيس وحاكم وقت تقوى قلبك أي الظاهر ككسوف شاه لأنه حالي رهد كل إناء بما فيه ينضح ويل والبوحة وبدها وجر بدبده وصوصارة كاوى نوعه وحان لجوغة وأن إيه كرنا بعيد كمن هنا أنا هذا قبى مس مسلمة نلتو كذا نلا صومه عادي هبل يهبل لكن هذا بين على وركي سوا بين على وخائن ووحز دوا مري حاران كمل ليحدو مسلم كمل بدبادو وأنن معاصي سدا وضبالنا يا سجد كنا وقاعده الرينا يا قوي إلهي قط المامي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وناقنا وقول جرا حمانتنا قيبتي سكوضا قفك آوي التقوى ذي الله سبحانه وتعالى انتهي كمرتي صدرت هذا وحالي رهدا قفك رمضان كددالا يو عشر ذي الحجة ددالا يو حجك آذا يعمرض كل الله بنا يو وحالا قربا سداس عباداتك ألازما يو سوق مركو جوغنا ينو كي أهاضو سفر مركو يهينا كي شلي دادالا يكعبده اسفدية انو اهاضة انو سن لبا مذيب اما لبا شاتي انو سن لهانينو ننكي متقق اهايو الهي كعبسناي سدو مركو مساجد كجوغي
inuu goob walba ku ahaado waa hadii dhab tahay waxa uu sheeganaayo taas marka waa imtixaan na haysto dhammaanteenna qani fillaahi arrinka kale is-xusuusinta mudan wuxuu yahay oo u baahan isagana in laysku tambiihiyo salafkeena ridwaanullaahi tacaala calayhim ajmaciin waxay ayagoo dadaal badan la imaado oo camalkii cibaadaadka waxa annaga hadda aan samayno waxaanan u dhoweyn la imaani jiray oo meel walba saabiqiin ahaa safka hore ku jiri jiray haddana waxay ka cabsani jireen camalka asaga in laga aqbali waayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celiyo ka aqbali waayo saa darteeda ilaahay markuu awsaafta mu'miniinta ka hadlayay fii suurati almu'minuun ayaa wuxuu ku soo gabagabeeyey waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waxaa ka mida awsaaftooda waa qolyaha markii kheyrka iyo sadaqaadka iyo wanaagga bixinayaan qalbigooda ruxanayaa oo gilgilinaya caaisha ayaa weydiisay rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi war maxaa ku dhacay kuwan yaa rasuulallaahi ma kuwa saariqiin oo xoolaha xado ay ahaayeen ma kuwa khamrada cabob ay ahaayeen ma waxay ahaayeen kuwa aan salaada tukanin ma waxay ahaayeen kuwa aanan soomin mayuu ku yidhahda caaishoy way soomaan way salaadaan ilaahay bay kheyr walba ugu dhowaadaan haddana waxay ka cabsadaan in camalka iyo dadaalka laga aqbali waayo qofka mu'minkana laba sifuu isku darsaday munaafiqana laba sifuu isku darsadaa mu'minka waxaa lagu yaqaanaa inuu dadaal la imaado juhdi iyo daaqaadkiisa inuu bixiyo cibaadaadkii ilaahay xaqiijintooda haddana uu ka cabsado ilaahay cuqubadiisa iyo caradiisa iyo in hataa camalkan laga aqbali waayo marka asoo dadaal bixiyey inuu haddana cabsi ay la jirto munaafiqana waxaa lagu yaqaanaa asagoo gabood fala ah ka gaabiyey waajibaadkii iyo xilkii cibaadaadkii laga rabay haddana inuu aamin yahay wax cabsiba uusan qabin saa darteeda ilaahay qofka adduunyadan hadduu ka cabsado cabsi aakhara uguma daro adduunyadan haddaad ilaahay cadaabkiisa aad aamin ka noqotona aakharu ilaahay kugu cabsi gelinayaa marka waa arrin u baahan iyadana qofka muslimka inuu dareenkeeda lahaado war adigoo dadaalayso haddana camalkaada isku day siduu ilaahay kaaga aqbali lahaa waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin saa darteeda su'aasha hal ana min almuttaqiin aniga ma ahay kaa taqiga ilaahay tilmaamaayo camalkiisa la aqbalaayo yacnii innamaa maxay tusinaysaa wa adawaatu alxasri ilaahay wuxuu un ka aqbalaa muttaqiin bas ah haddaadan taqi ahayn allah kuu raxmado marka waa arrin markaa cabsideeda leh waxaan ku soo gabagabaynayaa qofka muslimka mahmaa uu dadaalo cibaadaad iyo kheyr ku dadaalo kama marno haddana camalka aad samaynayso khalal iyo dulduleel iyo ceeb iyo dhaawac saa darteeda ilaahay wuxuu noo faray mar walba inaan istikfaarta aan daa'imno xataa camal saalix adigoo la imaatay in istikfaar nala faro laga dambaysiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed iyo asxaabtiisa salaatuleylka tukanay jihaaday qur-aanka akhrinaayay sadaqaadka iyo qardiga samayna ilaahay agtiisa wanaagga geysanay waxaa lagu soo gabagabeeyey wastakfirullaah ina allaha kafuru raxiim oo waxaana wanaagga bay la soo sameeyee maxaa fastakfirullaah salaadda markaan tukano wuxuu nabigeenna noo jideeyey assalaamu calaykum assalaamu calaykum astakfirullaah 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 oo maxaan sameeyey salaadda aad tukatay tii la rabay ma tahay qalbigaada ma soo xaadirisay meeqaa ceeb ay leedahay salaadda aad tukatay ilaahay baad hor istaagtee maqaamkaad hor istaagtay ma dareentay alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahy qofka laba jeer buu ilaahay hor istaagayaa marna waa adduunyada marna waa aakharo maqaamka hore adduunyada haddaad iska hagaajiso salaadda ilaahay markaad hor istaagi hor istaagga dan baa kuu sahlanaanaya kan haddaad ku fashilanto oo aadun geed engegan tahay oo suuqana ku maqan tahay kaa dambeed ku ciyaartay marka saa darteeda salaadaa tukatay ilaahay baa xaalkeeda istikfaar ilaahay weydiiso leanna istikfaarta waxay keeni wixii kaa khaldamay iyo wixii kaa naaqisay inuu ilaahay kuu qabo xajka markii la soo gutay wuxuu ilaahay ku soo gabagabeeyey
إفاضة مركي الله سمعي عرفة لغسو الرقم ذو أو الله سمعي أعماش حجكي هدن إلهي دمي دافو يدستا أنا غانا سيدو كالي أعماشي أنسو ودني مالمه قيمها بدناي وحا آن مضنه واستغفارنا ننكو قبا قبينو تقوى إلهي نآن لازمنو عمل والبؤ صالحة أن سمينينو. ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام بأمر من رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم على خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.